صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. حبه طبعا لجوه لغالي الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد صلى محمد ترشد فينا ما رشد إلا في سبيل محمد محمد خير من جاء أبت رقلتي
حابين هذه المحبة، قال فيهم الله سبحانه وتعالى: ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المحبة خصنا نحافظوا عليها، لأن المؤسسين لأسها لنا جزاهم الله عنا كل خير، ما أسوهاش غير عبثا غير هكاك، لا، راح أسوها على تقوى، أسوها على تواصي بالحق، أسوها على تواصي بالصبر. المؤمن مرآة أخيه، هادشي علاش أسوها، باش تكثر من الإخوان، باش يقدموا لك النصح، باش يشوفوا العيب ديالك. جذبني بالصدق والوفاء وخلع عن حجبي، ظهر لي سير مخطاني مشي، والله صفعتك يا ربي. أنا معيد نفسي ما نتمناش على هذا المقام، ولكن الحكم ديالك أيه. نراضي به. مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا مخريف بارك الله فيك. الله يرحمنا صاحبنا سيدي. إبراهيم دين الحمد لله شوية ترجعوا الله يحفظنا. الله لا إله إلا الله، لا الله.